غير انا وسيدي صحتي لي حيت قلبو صافي. هلو هلو، شكون توحشني؟ الله يمي الشاوي. واش نخديت من بيم واخا راه مشيت ما لقيت حتى وزه. خديت البيم والمالح كيعجبني، تقريبا داير شي 20 درهم 13 درهم فاصلة 90. خديت اللويزا، توحشت الصراحه، كيجي البرد كنولي ناخذ تيزان بزاف، وهذوك اللي كانوا عندي ما طلعوا لي في راسي. توحشت نسكافي كريمي حيت طلعت لي القهوه في راسي صراحه. تبتكم دخلتكم دخله بحال راه ما كنت زعما مريضه ما والو، ما بتقولوش غابره، غير وانا ولفتكم دسترتكم الشهر اللي فات، كنت كنحط جوج مرات في السيمانه مرضت. داكشي علاش اخر فيديو اللي حطيته لكم فيه راه كنت اصلا مونطيته وانا مريضه، دونك هذا السبب باش ما تقولوش حقا نساتنا ولا شي حاجه. عرفتوا هاد القب كيجيني بحال الشفنجه ولا ما عرفتش كيفاش. انا حقا جبت الفاليز باش نجبد القبيه ديالي، ما عرفتش فين درتهم، لقيت فاليز كامله فيها غير بيجامات. صافي تعصبت، خديتها هذيك الدجاجه جبتها هي، وهذيك ماشي بينك، هذيك بحال لورون شويه، وكانوا عندي شي وحدين اخرين والله ما عرفتش فين مشاو، خصني دابا نقلب عليهم. المهم راه لابسه هذه بزز، الجو مزموت، الصباح كان الشتا دابا الصهد. الناس ديال اليوتيوب اللي ما عنديش في انستغرام، بغيت نقول لكم بلي راه بارطاجيت معكم واحد الجيفواي ديال السكويله، حيت ديما كتقولوا لي انا كيفاش نقدروا نقراو اونلاين، كيفاش ناخذوا دي سيرتيفيكا نعمروا بهم السي في وكذا وكذا. غادي تدخلوا السكويله، اون فوا غتدخلوا غتقراو غتفهموا، غتشوفوا لي بوست، غتشوفوا الهايلايت، غتشوفوا ريلز، غتعرفوا كيفاش كيشرحوا كيفاش كيقريو. السكويله راه كيديروا لي فورماسيون بالدارجه، يعني ما تقولوش حق ما غتفهموش وكذا وكذا، فريمون داكشي مبسط، يعني اللي كيوصل لكلشي كيوصل للشعب كاملين. الشعب كتفكرني فواحد البروف الله يخت فيه الحق من هذا المنبر. دونك دخلوا شاركوا وديروا ليهم فولو، راه دايرين جيفواي على فورماسيون ديال لونجلي وفورماسيون ديال البروغراماسيون، يعني البرمجه واللغه الانجليزيه. يلا ديروا بوست ودخلوا الانستغرام باش ما تنساوش. الا خليتو سلسله الفيديو ما غاديش تبقاو عاقلين، غتلقاكم مسوليني في لي كومونتير، وعافاكم معكازين كل حاجه كنديرها في الفيديو كنلقاكم مسولين عليها في انستغرام. باي ذا واي ما كنتش كنصور ليكم في نفس الوقت بزاف، انا كنت كنصور ريلز. اللي ما عندوش انستغرام ديالي يدخل، راه الريلز اللي حطيت لكم هاد الايام زويونين. بالنسبه اللي عندهم العطله حطيت لكم فيديو كيفاش تنظموا وقتكم في العطله وكذا وكذا. هذه من جهه، من جهه اخرى قلت لكم ما عنديش سوبور، مي غتجيني نبقى نرجع نصور لكم بزاف كاع. اليوم السبت غادي تدوزوا معايا ويكند، اليوم وغدا نعتبروا في حلقه ماي لايف توغيدر، حيت كنت مريضه السيمانه كامله ويلاه دابا كنوض كنتصالح مع راسي. باي ذا واي راه كنفيق في الفجر كنصلي كنرجع الناس، ملي كنت مريضه السيمانه كامله اليوم بقيت فايقه من الفجر وانا فايقه لدابا. صورت لكم هاي لقطات، جاتني ابيل دابا ما علينا قطعت يا ربي. نكمل لكم هضرتي ديك الساعه نتوما الاولين، قلت لكم ما تجيني سوبور نصور لكم كلشي، وديجا الروتين ديالي راه معروف كي داير. اه حقا تنجرب هادي غدا في الصباح نتوما معايا، حيت دوزوا معايا هاد اليومين ماشي كاملين بيان سور. علاش نخرج انا والبنات للمدينه، خصني نشري شي لعيبات خاصيني. اسم المنظرين كيف فكرني غير في الشتا في ايامات الصغور القرايه حمقني. انا رجعت غادي نطلع شواري بماسكارا، عشو قليل فاش كنديرها شحال هادي ما درتها باش نتلاقى مع البلاد، دايرين مع خمسه وشي حاجه نتلاقاو. ايوا بالنسبه لهادي كنت خديتها شحال هادي من بيم، صراحه صدقت زوينه، خديتها رخيصه ما عقلتش شحال. كتطلع شفار صراحه، حيت انا ما يمكنش يطلعوا لي شفاري بلا بها الماسكارا بوحدها، ما غادي ليا والو حيت شفاري هابطين. خاصني نبقى نفكر واحد السروال بلوغوا لسيهام باش ما تجريش عليا من وسط الطريق. اه حقا نسيت واحد الحاجه، تيغاجو سوغ ديال الجيفواي ديال السكويله غادي يكون نهار 20 في الشهر، دونك متنساوش تدخلوا. وكاين شهر فابور لصحاب الباك، هاد القضيه تاهي نسيتها، ادخلوا غير للسكويله صيفطوا لها غير ميساج قول لها جينا من عند منال، غتصيفط لكم باش تعمروا الفورميلا الا بغيتوا تستافدوا لونجلي وحتى المات. استعملت هاد البلاش، هذا ديجا كنت بارطاجيته معكم، ها هي الباج ليلي كوزميتيك، هو ولا داك الكومبليمون المونتير اللي فطرت به جالسه قافزه. المهم ها هو التوت باك ديالي، باقي ما درت فيه والو، كنوريكم الاوتفيت. غنزل الايباد حيت خصني ندير ليه لانكاسابل كيف ما قلت لكم ديك المره، اخيرا نعفى عليا الله. زيت السروال لسيهان وشنو اخر، صافي هادشي اللي مفكره انني ما خصنيش ننسى الفلوس، دوك حاجه باينه. و نهزت الباور بانك الراعي الرسمي للخرجات وكلشي لابيلو، غنزيد واحد من الفوق هكا ساروتي ديال الفضائي بالظلام. عرفتو دوك الظلام امتى هو عندي؟ العام اللي قريت انا وسيهام كنا كنشرو داكشي بحال بحال ماتشي ماتشي، هي كان عندها في البينك والبينك ولا معرفت البيربل، المهم وانا كنت خديتو في النوار. وعاوتاني فاش كنا في الباك كنا كوموندينا واحد الكابيتشون، الا كيتفرجوا فيا شحال هادي غادي يعرفوا، وفي النوار وفي بحال صباع دايرين هاكا، كنا كوموندين جوج بحال بحال، كنا غير كوموندينا وصلنا جات كورونا، وقيلا فاش كان غادي وصلنا جات كورونا. هلا سلام، كيفاش كنخرجوا كنلقاو راسنا في الحال.
اسحل بيني وبين الدار صافي يمكن اش دايره نضاطرو اصلا ما كاينه لا شمس لا برد لا والو. عاد الديكور عندك حيت راسي بقى ملط بحال قرع حتى انا كتبغي نهزهم حيت اش كيبقاو يفكسيو ليا الزيت. هلو قلت لك كاين خدا ساسي عم شميز شنو 400 وات نعلق عليكم اه لا ما عنديش النوار. هذا عجبتني ولكن جاتني كبيره شو سيها من كتبان الله يستر مجهده اصلا هي كيعجبوها مجهدين غنوري للناس ماما وحده هذه تخنق هاي ولكن الناس كتعجبهم مجهده راه تعجبهم وغي فلانه هي لتحت شحال كان ديال 300 درهم نزلنا ل 170 170 اه عندنا كبيره اي كيف داكشي تاع الكسيد هذا طيب ايه كيف نسمعك 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 عاتي ديك التليفون ديالك سبحان الله سبع رواح الكلب ينبه دابا عندي شوف تليفوني مع شمال دينو بنين دينو بنين شوف انت اللي زيدتي لي عرفتي شفتها تفكرت مريم ديكاس مريم من هاد الدرا خاصها هو طا فوقنا ما عنديش كونيكسيون عندك بغيت تسولو فيها باغي مع الصغور كتعرف يدي مثقوبه قبل وبعد خدينا ماتشي ماتشي شوف حتى هي خدات هاد البلو هاي اخي صح حتى لبسو بجوج ولبستيها باش نوريهم كيفاش الحيد يسد الكاميرا حتى انا غناخدها غتاخد البال وهي تسرى تقول ما نهضرش معاك المهم هادي 100 درهم هنا في المدينه ما عرفتش صراحه اين محل قولي المحل اللي كتدخلو كيبقاو خمسة ديال صراحه كل ما كانتش رخيصه المهم الناس الخدامين ما كيعرفوش يتعاملوا مع الكليان ويلي ذهبي بان ذهبي ويلي خليتي الذهب شوفوا السيل العجيب قميصه فوق قميصه ماتشي ماتشي مرة كتبغي تلبس الكلاس انا بحال كندير الكلاس يعني السيمه هاي لا اوفر سايز وطويله في نفس الوقت هذه عجبت السيارة تاخذها زيد القاسم كيتاولوا ما يمكنش هذه مطيحاش عندنا في البان ها دخلها 10 قنيط هاي 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 انا رجعت وصل لي الماء بسو كنموت بالعطش ما قدرتش نصور لكم كلشي بيان سور اصلا فاش كنا جايين شايفين فاش كنا جايين فاش كنا كندورو بدات كتنقط الشوق بنادم بدا كيضرق داكشي دابا تقريبا تسعود عندي ماكي وجهي باش نصلي داكشي اللي تابعني من الصلوات وبالنسبه لليوم عاد زهات عند الناس وعاد كان واحد الافتتاح بعدا فاش مشيت للجزيره مول باي ذا واي تلاقيت بزاف البنات تما زوينات وكان الغناء وداكشي انا ما كنقدرش نصور لكم فاش كنكون خارجه حيت كيكون الغناء وكنكون خارجه مبرسطه على شي غاره ما اصلا شوما ما كيعجبكمش بزاف برا كيجيكم يهضر معكم داخل حتى انا الصراحه اصلا تلفت لقى تليفوني مسكين ما بقاش وسولت داكشي اللي مشيت على قبله اساسا ما لقيتوش كنت باغا لونشي كاس ديال ولا لانكاساب ديال الايباد ما لقيتهاش عندك خونا عرفت شنو درت عليها الجديده كامله انا كنت عارفه ما تكونش ولكن داك خونا اللي مشيت عنده ناضي وخرج فواحد الكونت قال لي نورمالمون غنشوف ليك حيت دجا عنده ولكن ما لقاش ديال الايباد ديالي وبالنسبه للابل بنسل لقيت عنده ديال الدوزيام جينيراسيون داير وقال شي 1500 درهم قلت ليه زعما اوريجينال جديد قلت ليه زعما قديم وداكشي حتى هو الصراحه غالي وقلت ليه ما بغيتش ابل بنسل بغيت غير بنسل عادي صافي قال لي انا الخميس يجي داكشي الحاجه اللي ما كتعجبنيش في الخروج هي انها كتجمع لي الصلا هذا الديماكيون اللي استعملت ديال ايفوشي صراحه عادي ماشي واو ولكن المهم قاضي الغرض لوشن تونيك ايدغاتون هذا سنتسودا ونصلي ديك الساعه نكرشو هكا كيدغاتي المهم صراحه قليل فاش كنستعمل هاد الديماكيون حيت اصلا ما كنديرش ماسكارا قليل باي ذا واي راه قريب يسال لي دابا جا نيتويون ديال مينيستو الصراحه زوين وافقني كيخلي لابورتابا كينقيها هادي زعما الا جانا نيتويون توكا راه كينقيو بحال الصابون يعني مكديرو شي حاجه ابار انه كاينين شي وحدين خاصين بلاكني وداكشي راه معروفين
مي البنات لي بول ديالهم عادي عادي زعما تقدروا تاخذوه. داكشي كيدور بين 34 المهم ديما كنهضر عليه حيت كتبقاو تسولوني نوريكم شحال الساعات كتحسوا بالماراطون فاش كتجمع عليكم الصغير. يلا ساليت غدا ان شاء الله نوريكم الحوايج اوكي حيت بعيانه والاحسن تيكون الضو. تا صباح الخير كنت لكم مونتاج هاد الوقت. بغيتي قهيوه؟ صباح الخير انا وبنتي قمشتني غصت فيا الفاره. بغيت نبين لكم باش نقادو هاد الفولارا كاش شديتو لويتو ونعاود لكم دابا جو بونس 10 وشي حاجه ولا معت 11 نعاود لكم شنو درت واخا ما نصورش. فقت الصباح تبطيت صليت جلست درت المونتاج مني درت المونتاج نط فطرت او ميم طون راني بقيت كنتفرج موراها جمعت الصالون دزت البيت دزت وسط الدار دزت الكوزينه شطبت الدار درت الحوايج كيتصبنوا هما مازالين كيتصبنوا شويه نشرهم قلت استغل الوقت نهضر معاكم. باقي لي غير بيتي هو اللي ما جمعتوش. قولوا لي واش بغيتو نبقى نوريكم دي كومبليمون تستافدوا منهم هكا حيت انا فشربت هذا قبيله وانا نتفكركم. المهم ندير لهم اشهار فابور. المهم هذا فلاس خمس معلينا زوين حنا ما سخناش ولا كشي لاخر فيتاليتي بروبوليس. المهم هذا ينصح به بشده انه تاخذوه فاش يكونوا الشونجمون ديال سيزون سورتو فاش كيكون قريب يدخل البرد ما بقى فيه والو حيت ماشي بواحد اللي كنشربو كتخرج منه بحال الريحه ديال العسل ماشي العسل ولكن هذا هذا الشهد. المهم هذاك ما عرفتش قال لك خصكم تاخذوه ما بين 3 د الجول وحتى 6 صراحه كيبروتيجي لو كور من الامراض داير 180 درهم. ها نتوما سكرينيوه ها نتوما قال لك 100% فيجيتاريان. المهم شوفوا الكومبليمون الاخر هذا الطبيعي شوفوا شحال تبارك الله قرب يسالي باش نحسب قدامكم باش من المصداقيه. الجمعه في الليل نحسبوا حنا على السبت السبت لحد 2 3 4 5 جمعه السبت لحد اليوم. انا ما باغاش زعما الغلوض وكذا لاطاي ديالي وداكشي كيعجبني انا باغا تكون عندي صحه مزيانه فهمت وباغي ما تبقاش تجيني الدوخه بزاف ديال الحوايج. هو صراحه عاوني حيت كيف ما قلت لكم دغنيامو وليت كنحس براسي رجع عندي نقص في الحديد باينه انا عارفه راسي شو انا المرض فاش كنمرض كنعرف راسي انا مرض مرضت بيه. الناس قالوا لي حق ردي بالك من الحسه وكذا الحمد لله ما طرا ليا والو يعني 9 ايام كافيه باش انه يبان تاثير الخيب فهمتوا. نقول لكم انا اصلا البوا ديالي معروف ما كنفوتش وقال ما كنفوتش 50 ما عرفتش دابا ما عرفتش من شحال هادي ما تعبرت. المهم نوريكم الدليل شوفوا بيسكي داير غنجمع من بعد معاكم. هادي اول حاجه صاك خصكم تزغرتوا حيت فريمون انا ما عنديش سيكان غنصدمكم. شحال عندي من الصاك دابا 3 سيداتي سادتي داير 100 درهم سولد عند داك المحل كاين في الجزيره مول معروف كاين لتحت بحال الاشاره انا اللي خاصو يديروا فيا الخير راه ما كبيرش بزاف وما صغيرش بزاف حيت دابا البنات نعطيكم نصيحه موضويه واخا انا ماشي فاشينيستا اون توكا البنات اللي قصار ما تاخذوش السيكان اللي كيكونوا كبار حيت كيوليو يبانوا كبار منا وهاد العيبات هادو ما خصهمش يكونوا طوال حتى في الهزه كيجي زوين. يعطيكم الصحه البنات شكرا ما خديتها الحوايج اللي بازيك راك عارف اني ما كنخسرش فلوس ولكن بما انني الهدف اللي كنت باغاه على قبل رجع فلوس حققته دونك فلا باس انني نجو شويه الحوايج. خديت نيو بالانس انا ماشي من لي جونغ اللي كياخذ شي حاجه طالعه طوندونس ولا خداها بزاف الناس. اول مره تعجبني شي حاجه بانت بزاف كنت باغا ناخذ هذه في النوار ما لقيتش الطاي ديالي معانا تبارك الرجليه كاين نمله حق خديتها تقاش نلبس واحد فيهم باش نتيستي لكم سبادي شوف كيفاش كتجي في اللبس بالنسبه للبنات اللي رجليهم صغار تقريبا كنلبس 36 37 شوفوا على الموضه سروال البيجاما مع سبادي شو كي جات ممكن تجي في اللبس فنيونه صراحه مريحه اوف كورس ماشي اوريجينال بلا ما تحتاجوا تسولوني راه كاينه عند واحد المحل حدا الجزيره مول صراحه هو اللي داير ليها 250 الاخرين كاملين اللي سولتهم دايرين لها 270 280 بالله عليكم باش عرفتوني غنولي حاطه عليها في اللبسه اصلا انا شريتها على قبل باش نكرفصها ونلبسها بزاف. المهم بالنسبه للمدينه صراحه انا قليل فاش كنهبط لها وقليل اللي كناخذ منها شي حاجه ديال الحوايج ولكن عجبتني هاد الشميز حنا والبنات عرفتوا اللي قلت لكم خديناها حيت رخيصه بزاف كانت سولد 100 درهم والاغلبيه ديال الحوايج انا ما كناخذهمش من المدينه باش تعرفوا سوا لي باج سوا كنت كناخذ من شيئين بزاف بما انني كنحافظ على الحوايج وما كنزيدش في البو كيبقاو لي حوايج شيئين بزاف. هاد شيئين فيها الطاي ديال الشينوا وانا عندي الطاي شحالهم شفتوا شحال طويله. المهم بغيت نوريكم حتى شنو خداو البنات ولكن البنات ما حداياش كل وحده فين ساكنه. نتوما عارفيني
واخا ناخذ الالوان ولا يكونوا عندي الالوان في الفولارات كنلبس الوان باينين، ولا كنحكر على الليكرا اكثر حيت في الدار كنصور الاغلبيه. ما عرفتش علاش اللون في الكاميرا كيبان بشكل، وعندي بشكل البارح اللي شفتو بشكل والله ما عرفت اللون كيفاش خديته. المهم خديت هاد الكولي غدا تورا بزوين نيود كيجي مع كلشي. هذا هو الفولار الثاني اللي خديت حتى هو، انا نديرو لكم مقاربين باش تشوفوهم كلهم نيود. المهم هاد لي كولي الاغلبيه ديال البنات كيجيو معاهم، فهمتوا كيفاش؟ المهم انتم شفتوا ديروا مع لابو ديالي باش تشوفوهم كي دايرين. هاي 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 بيع وشرايا عندي مع هادشي دابا درتهم هكا زاي حدايا غنوريكم. هاي شفتوها كنشوفها غتشدهم غادي نقبع عليهم. اشو خسرت لي شحال من فولار. انا اساسا الفولارات اللي كنت باغا ناخذ كنت باغا ناخذ كري وكنت باغا ناخذ ماغون، وهداك الماغون اللي بغيت ما كاينش، دونك خديت في الاول هادو ابخي دزت المحل اخر بان لي هذا. راه ماشي انا ما كنبغيش نلبسهم، انا ما كنرتاحش نلبسهم، فهمتوا كيفاش؟ راحتي النفسيه اهم. تبان لكم شي زغبه خارجه عمقي باين؟ الحمد لله. نزيدكم شي حاجه بركه بركه. تفكرت واحد الحاجه ضراتني في راسي واخيرا نقولها لكم حيت كنشوف لي كومونتير. اجي شرحي لهم، اعترفي عندك تقطع لي، اعترفي قولي لهم واش كنوكلك الشوكولات. اجي لهنا قولي لهم واش كنوكلك الشوكولات، قولي لهم كارطوني في لي كومونتير ما تخليهاش تاكلي الشوكولات. وعباد الله ماني حمق نخلي زايا تحس الشوكولات. قلت لكم حصلتها كتحس الشوكولات يعني ما داوش على الجي ما خليتهاش تاكلوا، فهمتوا؟ ولكن مشكوره انكم زعما قدمتوا النصائح حبيا. عرفتوا باش تفكرت هذه القضيه راه ما يمكنش. عرفتوا انا كتوقع لي واحد الحاجه ما عرفتش واش كتوقع للبنات اللي كيصوروا لي فيديو. كنسالي الهضره كنمشي كنلقى راسي ما قلتش شحال من حاجه، كنتفقص كنقول في الفيديو الجايه نقولها ما كنقولهاش، كتمشي عليها شحال من فيديو. وهادشي لا تفكرت الناس اللي كيعانيوا من اي دي اتش دي راه يفهموني. شوفوا تبارك الله، سمعوا سمعوا انا ومنال شحال هذا ما هضرنا ملي كنهضروا. عندي لصاحبتي لابيب. المهم راه التوت باك اللي شفتو في هذا الفلوغ نيت راه هي لاباج ديالها باش ما تبقاوش تسولوني هاي نونسين نونسين. ها هما شفتو ها هو النيت واد ترى اخيرا جمعت البيت. الله على راحة. عيطت عليك على العوينتي عاونيني نخمر خويمتي ايوا بنيتي وحتى هي مولقت الحنة. عقلت على لويزا اللي وريتكم خديت من بيه من هادي. المهم انا دبست مع دبس التمر حيتاش ما كنديرش السكر في لويزا، اصلا انا مولفه نشرب لويزا بوحدها بلا سكر باش تستافدوا منه. صح عادي كاين اللي ما كتعجبوش لويزا. المهم انا نكمل لكم المونتاج ونشرب لويزا باش نحط لكم لا فيديو في العشيه نيت دابا اليوم. جاب الله انا كنقسم المونتاج وكنفيق الصباح بكري كره ما يكفينيش الوقت. تهلاو براسكم بزوات تولي الفيديو جاي اللي بغيتو تشوفو نقدر نحطو نقدر لا نغبر عاوتاني. لا سلامه.